ازيكم يا جماعه؟ معاكم ايه؟ ده سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج وعليه اندرويد نوجا 7.0. دي مش النسخه الفاينل، هو ده اوفيشال روم، بس انت مش هتقدر تحصل عليه كابديت عادي رسمي من الشركه. الشركه منزله السوفت وير كنسخه بيتا لاجهزه الاس 7 والاس 7 ايدج، طبعا مش النوت 7. والبيتا بروجرام ده مش موجود في كل دول العالم، لا موجود في بعض الدول بس سامسونج منقيها زي كوريا مثلا او تقريبا انجلترا. لكن انت تقدر تنزل الاوفيشال روم دي، النسخه البيتا دي، وتنزلها على موبايلك بواسطه سوفت وير على الكمبيوتر اسمه اودن. المهم في الفيديو ده انا هقول لكم تجربتي مع الاندرويد النوجا على الاس 7 ايدج، وهل يستحق انك تنزله ولا تستنى الاوفيشال روم. اول حاجه نتكلم عليها هي الاولويز اون ديسبلاي، واللي هي من الحاجات طبعا اللي كانت موجوده في الاندرويد المارشميلو العادي، لكن ما كانتش بتظهر كل النوتيفيكيشنز اللي من برامج تانية غير البرامج الرسميه، يعني البرامج الرسميه اللي هي زي الفون او المسجز. لكن مع الاندرويد النوجا تقدر دلوقتي انك تشوف نوتيفيكيشنز برامج غير البرامج الرسمية، اي برنامج تقدر تنزله من البلاي ستور. طبعا ده شيء ظريف جدا، والتحديث ده انا كنت مستنيه، لان غير كده ما كانتش الاولويز اون مفيدة خالص بالنسبة لي. كمان ابديت النوجا بيديك اوبشن انك تغير شكل الشيء اللي ممكن تحطه. مع الاولويز اون ديسبلاي في النوجا تقدر تغير شكل الساعة خالص، تغير الوانها، بس ده اوبشن ظريف جدا في الاولويز اون ديسبلاي، وكنت منتظر ان هم يضيفوا الميزه دي من زمان. تاني حاجه نتكلم عليها هي النوتيفيكيشن بار، واللي ممكن يكون يعني اكتر شيء اتغير في الاندرويد النوجا ككل، في السوفت وير ككل. فوق مديك كويك توجلز، اشياء ممكن تقيدها وتطفيها بسرعه، تقيد الواي فاي تطفي الواي فاي، ولما تسحب من الكويك توجلز دي لتحت بيديك انيميشن مشابه كتير جدا للانيميشن اللي موجود في الاندرويد الخام، بيعرض لك بقيه التوجلز اللي ممكن تفتحها وتشغلها. ومن هنا بتبقى الكويك توجلز عباره عن صفحات تقدر تقلب ما بينهم اليمين والشمال، وبيفضل ثابت تحت سلايدر بتاع البرايتنس وفوق سيرش بتاع سامسونج. والنوتيفيكيشنز بقى بتاخد الصفحه كامله، ما عدتش كاردز. الاول في اندرويد مارشميلو كانت النوتيفيكيشنز هي عباره عن كاردز كده او كروت الاشعارات، انما دلوقتي كل نوتيفيكيشن بيجي بيملى صفحه بيضه زياده، بيكبر الصفحه البيضه بتاع النوتيفيكيشنز. اي نوتيفيكيشن هتجيلك في سهم جنبها، لو اتكيت على السهم ده هيديك اوبشنز زياده، يعني لو جاي لك ايميل هيجيلك مثلا الايميل ده جاي لك من الشخص الفلاني، لكن لما تتك على السهم ده هيوريك الايميل مكتوب فيه ايه بالظبط. ده غير انه هيديك اوبشن انك تعمل ريبلاي للايميل ده او تمسح الرساله دي خالص. حتى يوتيوب بيديك اوبشن انك تعمل مثلا الفيديو ده واتش ليتر لو جاي لك نوتيفيكيشن من حد مثلا انت عامل له جيت نوتيفيكيشن، واللي تقدر تعمله من خلال ان في بيبقى فيه دايما جنب زرار السبسكرايب علامه جرس كده، لو اتكيت عليها هيجي لك نوتيفيكيشن من كل مره ينزل الشخص ده فيديو، فما تنساش تعمل كده من تحت. من الحاجات الظريفه جدا في الكويك توجلز في الاندرويد النوجت انك تقدر تغير مواصفات كل كويك توجل، في اوبشنز زياده تقدر تتحكم فيها، مش بس انك تقيد الشيء ده وتطفيه. يعني مثلا في الفلاش لايت تقدر انك تتك على كلمه فلاش لايت ويديك اوبشن انك تغير الليفل بتاع الاضاءه، ده شيء جديد بالنسبه لنا المفترض يعني. من الحاجات كمان اللي اتغيرت في التاتش ويز الجديد هو السيتنجز اب. اول حاجه كل السيتنجز اتقسمت لاقسام اقل، دلوقتي حصيله السكاشن اللي في السيتنجز حوالي 10 15 قسم، عملوا تبسيط كبير لابلكيشن السيتنجز. لكن اهم اوبشن ضافوه في السيتنجز دي هو الديسبلاي سكيلينج. سبلاي سكيلينج كان موجود في اندرويد مارشميلو بس على اجهزه اس 7 بس، الدعم الرسمي له كان موجود على اجهزه اس 6 برضو، بس كان لازم تنزله ابلكيشن من على البلاي ستور. مش عارف يعني ايه ديسبلاي سكيلينج، هو اللي يخليك تقدر تحط حاجات زياده او تعرض حاجات زياده في الشاشه. ديسبلاي سكيلينج ده بقى شيء بقى بيلت ان جوه السوفت وير، ده غير انك لما تغير ديسبلاي سكيلينج ما بيعملش ريستارت للجهاز. مش بس في كده، لكن كمان تقدر تغير السكرين ريزوليوشن. او ماي جاد، جالاكسي اس 7 ايدج، جالاكسي اس 7 ايدج اللي ما يعرفش بيجي بشاشه 2K. دلوقتي في اوبشن انك تنزل الريزوليوشن بتاع الشاشه لفول اتش دي وتنزله كمان ل 720 اتش دي. واحد يسالني ايه اللي يخليني اعمل كده؟ اقول لك دلوقتي ايه اللي بيخلي اداء البطاريه يطول او يقل، يعني ايه اللي يخلي البطاريه تقعد معاك يومين مش يوم واحد، مش بس استخدامك او انك فاتح الجهاز. دلوقتي لما يبقى الجهاز مش محتاج انه يدفع هذا الكم من البكسلات، في حين ان الشاشه 2K فهو بيدفع مثلا 500 بكسل كل انش. فلما انت تقلل الريزوليوشن بتاع الشاشه
هيبقى مثلا بيدفع حوالي 420 مثلا بيكسل كل انش، فده هيخلي مثلا الجي بي يو او البروسيسور بيبذل جهد اقل عشان يخرج البكسلات دي، ففي الحالة دي هيستهلك طاقة اقل، الطاقة اللي هو جايبها من البطارية. حلو حصة العلوم دي. من الحاجات الجديدة كمان في التاتشوز الجديد، كان في حاجة اسمها الديفايس مانجر في المارشميلو واللولي بوب، واللي هي كانت بتخليك تتحكم في ساعة الرامات، تنظف الرامات يعني، او انك تمسح الكاش فايلز بتاع الجهاز. الجديد هنا تقريبا ولا حاجة، هو نفس الكلام. الفكرة هنا بس ان بقى فيه لي اوت مختلف للبرنامج، وبقى فيه انيميشنز اسرع واظرف. كمان في تعديلات تم اضافتها على الباور سيفنج مود، بقى في ميد باور سيفنج مود وفي ماكس باور سيفنج مود. ميد باور سيفنج مود بيخلي الماكسيمم برايتنس 80% وبيخلي الريزولوشن اجباري فول اتش دي، ده غير انه بيخلي فيه ليميتيشن على استخدام السي بي يو، يعني مثلا بدل ما كان الجهاز بيستخدم في الوضع العادي 100% من السي بي يو، مع الوضع الميد باور سيفنج هيستخدم مثلا حوالي 80% من السي بي يو او 70% من السي بي يو. الوضع ده هيوفر لك مثلا حوالي ساعة ولا حاجة في استخدامك طول اليوم، يعني يستاهل انك تعمله مثلا في حالة ان بطاريتك 30% ولا حاجة. اما الماكس باور سيفنج مود واللي هو يعتبر جريمة في حق الجالكسي اس 7 ايدج، الماكس باور سيفنج مود بيخلي الريزولوشن الاجباري بتاع الشاشة 720 بي، ده غير انه بيخلي فيه سيم ابيض واسود للجهاز، عشان بما ان اجهزة سامسونج بتستخدم شاشات اموليد، فالشاشات الاموليد لما بتعرض لون اسود بيكون اللون الاسود ده مطفي، بكسلات مطفية مش شغالة اصلا، فده طبعا بيساعد على انه يستهلك بطارية اقل كتير. بس هتحول جالكسي اس 7 ايدج من افضل موبايل في 2016 لجهاز اندرويد عادي ما يعديش 1000 جنيه، ممكن يكون اقل من كده كمان، يعني ممكن يكون جهاز نوكيا قديم مثلا ولا حاجه. ونيجي بقى لاكبر تغير واهم تغير، والشيء اللي كنت بدعي حدوثه منذ فجر التاريخ، هو تغيير اللي اوت بتاع اللانشر. اكتر حاجه جذابه ومش عارف كل الناس هتلاحظها ولا لا، هو الخط المستخدم في كتابه الكلمات. في اي حته وانت بتتنقل في الجهاز هتلاقي الفونت ده موجود، حاجه مش ملحوظه قوي بس انا حاسس انها عامله فرق شويه في الاكسبيرينس نفسها. تاني تغير وهو ان الكاردز في ريسنت ابس بقت اكبر، فده هيخليك انك تقدر تعرض اكتر في، يعني وانت فاتح الريسنت ابس تقدر تشوف معلومات اكتر في الاب اللي انت فاتحه ده. كمان من الحاجات اللي اتحسنت في اللانشر هي الانيميشنز، الانيميشن اسرع واسلس، السلاسه يا جماعه. من المميزات الاي او اس بيخطف قلبي بيها بصراحه هي سلاسه الانيميشنز، مش سرعتها. اصل سرعتها انا ممكن اغير سرعتها في الاندرويد، يعني ده شيء مش صعب، تفتح ديفلوبر اوبشنز وتغير السكيل بتاع الانيميشنز، ده مش شيء صعب. لكن اللي مؤثر فعلا سلاسه الانيميشنز، ومش بس سرعه فتح البرامج، سرعه فتح البرامج ده شيء ظريف جدا ومهم جدا، بس سلاسه الانيميشنز هو ده الشيء اللي بيعمل فرق من وجهه نظري. هل ده اتحقق مع الاندرويد النوجت على الاس 7 ايدج؟ ولا برضو في معظم الاحيان وانا بستخدم الجهاز الانيميشنز سريعه وسلسه، لكن حدوث لاج في الانيميشنز ده شيء وارد جدا، بل بيحصل كتير. دي مش النسخه الفاينل المفروض تكون على كل جهاز، دي نسخه تجريبيه، فعشان كده اكيد فيها مشاكل. اتمنى النسخه النهائيه ما بقاش فيها مشاكل برضو. كمان اتغير شكل الفولدرز، الاول كان شكل الفولدرز بتتفتح في نافذه لوحدها، في الاندرويد النوجت مفيش اصلا نافذه للفولدر، الفولدر بيتفتح بيعرض لك الابس برصه معينه على الوول بيبر اللي انت حاططها، ولكن بيعمل بلورنج شويه للوول بيبر زي الديبس اوف فيلد اللي بيبقى في الكاميرا، اللي هو مش هتلاقوه ظاهر هنا دلوقتي لان انا بصور بلينس مختلفة عن اللي انا بصور بيها في العادي، لكن اللي متابعني في العادي اكيد شفت في كل فيديوهاتي انا بصور بلينس بتعمل ورا هنا في ديبس اوف فيلد وفي بلور، ده اللي بيبقى ظاهر في خلفية الفولدرات، بس غالبا هو مش عاجبني، يعني مش عاجبني الشكل ده. ومن اهم الحاجات اللي اتغيرت هو الابليكيشن بتاع الكاميرا، بقى فيه خاصية الجيستشرز اللي تقدر تخليك انك تسحب مثلا لليمين عشان تجيب فلترز او افكتس تضيفها على الصورة اللي انت بتصورها، وتقدر تعمل داونلود طبعا للافكتس اللي انت عايزها، وفي ثيرد بارتي ابس مدعومة، وتسحب للشمال عشان يجيب لك الاوضاع اللي ممكن تصور بيها زي مثلا البرو مود او البانوراما مود او السلو موشن. واهم جيشر عجبني هو انك تسحب من فوق لتحت عشان تجيب الكاميرا الامامية، اضافات ظريفة جدا في الكاميرا، ودي اللي كانت موجودة في النوت 7 يعني، بس اضافات
مرحب بيها جدا. كمان من الحاجات اضافت هي الفون كولز. دلوقتي لما تيجي تعمل فون كول وانت بتتصل بيظهر لك تموج الالوان كده قبل ما الشخص ده يرد عليك. اول ما الشخص يرد عليك بيقسم الشاشه نصين، نص بالتموج الالوان اللي انت عايزه ونص لونه ابيض. النص لونه ابيض هو اللي فيه بقى السويتشز اللي انت عايزها، اللي هي مثلا الكيبورد انك تفتح السبيكر او كده. احد الحاجات الجديده اللي في الاندرويد النوجت هي الفيديو انهانسر. الفيديو انهانسر هو بيضيف تحسين على الفيديوهات وعلى جوده الفيديوهات وتحسين على جوده الصوت وكل الميديا اللي بتتعرض. هل الكلام ده حقيقي او له تاثير حقيقي؟ هو كل الحكايه ان هو في الفيديوهات الغامقه قوي بيخلي اللون الاسود فاتح شويه، بس انا بالفعل استفدت منه. يعني اخر مره كنت بتفرج على حلقه لذا ووكينج ديد، ثلاث ارباع المشاهد كانت باللون الاسود، شغلت الفيديو انهانسر ده فعلا الرؤيه بقت اوضح. من الحاجات كمان اللي اتغيرت هي ان بقى فيه سبليت سكرين، تقدر تفتح ابلكيشنين في نفس الوقت. طبعا ده شيء موجود بقاله يعني مثلا 3 4 سنين في اجهزه سامسونج. ده اوبشن بقى اساسا بيلت ان في الاندرويد النوجا، فسامسونج ما حطتش النسخه بتاعها للسبليت سكرين، وده شيء حلو طبعا ان هم ما بيعدلوش تعديلات كتير ممكن تخلي الجهاز يهنئ. لكن في الحاله دي انا عايز السبليت سكرين بتاع المارشميلو، مش عايز السبليت سكرين دي. السبليت سكرين دي بتهنج بغباء، اولموست ما بتشتغلش. يعني مفيش ولا مره حاولت ان انا اعمل كوبي الكلام من مثلا الاب اللي فوق للاب اللي تحت واشتغل معايا. اللي اتطور وبقى احسن من المارشميلو هو انك تفتح الابس بوب اب، انيميشنز اسرع، سلاسه اكتر بكتير، و75% من الابلكيشنز بتدعم الاوبشن ده. اخر حاجه اتغيرت في السوفت وير هي الفيد الجديد بتاع سامسونج، مسمينه يو بلاي سكرين. عمر ما كان الفيد بتاع سامسونج حلو، سواء ما كانوا بيستخدموا البفر بتاع فليب بورد او لما عملوا اليو بلاي. ده وده بيهنجوا، انا رايي يشيلوه خالص ويستخدموا جوجل ناو، هيكون الموضوع اظرف كتير جدا. طيب هل انصحك لو انت معاك جالاكسي اس 7 او اس 7 ايدج انك تنزل الاندرويد النوجت البيتا؟ في الحقيقه ما انصحكش قوي. لو عايز تجرب كل جديد وما يبقاش فايتك حاجه ماشي نزله، لكن لو ده الجهاز اللي هيبقى في ايدك طول اليوم ومش عايز يقابلك مشاكل نهائي فما تحاولش اصلا تقرب من النسخه البيتا دي، لان كم البجز اللي في السوفت وير كتير. يعني رايي النهائي فيه ايه؟ هل هو لو ده هيبقى مستقبل التاتش ويز؟ هو حلو، بس انا في النهايه برضو استخدمت البيكسل لانشر وما استخدمتش التاتش ويز. برضو التاتش ويز الجديد عجبني، ممكن لو حصل تطورات اكتر من كده كمان يجذبني اكتر، لكن حتى الان تطور كبير بس لسه مش جذاب قوي عشان ياخدني ناحيه التاتشز واسيب فكره الاندرويد الخامتي خالص. بس كده، شكرا انك شفت الفيديو لحد اخره. اتمنى تقولي رايكم في القعده الجديده دي. كلكم تطلبوا مني ان انا ارجع ورا شويه بالكاميرا، للاسف انتوا مش واخدين بالكم من واقع الامر. كل الاضاءه اللي كنت بصور بيها اللي انتوا متعودين عليها بلينس 50 مليمتر، فدي البعد بتاعها قليل قوي، وانا المكان اللي بصور فيه مش كبير. يعني الفرق بين المكتب اللي انا بقعد عليه والحيطه اللي قدامي مش كبير، فانا ما اقدرش ابعد عن كده. انا كنت بحطها في الاخر خالص، فعشان ابعد زي ما انا باعد كده دلوقتي كنت لازم استخدم اللينس اللي بتيجي مع الكاميرا اللي هي من 18 ل 55 مليمتر. لكن دي مشكلتها ان فتحه العدسه بتاعتها بتبتدي من 3.5، فدي فتحه عدسه ضيقه قوي. اما الثانيه فتحه العدسه 1.8، فدي فتحه عدسه كبيره، فبتعمل الدبسو فيلد اللي كنت بتشوفوه ورايا، لكن دلوقتي مفيش دبسو فيلد. وايه رايكم في الوضع كده؟ لو عندكم برضو اي افكار اي تعليق قولوا لي في الكومنتات تحت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب للقناه لو مش ما عملتوش سبسكرايب قبل كده. لو عايز تدعمني وانت بتتسوق على سوق.com او جوميا ياريت تستخدم الروابط اللي تحت الفيديو في الديسكريبشن. واهم حاجة ما تنسوش تتابعوني على صفحة الفيسبوك اللي هتلاقوا رابطها برضو اول حاجة في الديسكريبشن. وشكرا لكم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.